حكاية فايزة حيدر، الطفلة التي أصبحت أول مدرب مصري معتمد من الاتحاد الإنجليزي ودربت الرجال. حققت بطولات كتيرة جداً مع أندية للرجالة وكمان أندية للستات في الكرة النسائية. مصر بين التنمر على فريق الكرة النسائية بمباراة أمام لبنان والاحتفاء بفتياتها بعد الفوز في أولمبياد طوكيو 2020. يعني بدل ما نستقبلهم في المطار بالورد ونحييهم زي ما بنعمل مع الفرق الرياضية للرجالة، لكن كان في كمية قلة أدب على السوشيال ميديا مش طبيعي. وفي القصص الملهمة تتحدث سارة بيصر عن مبادرة يلا تطوع. الفكرة الأساسية بتاعتها هي نشر ثقافة التطوع وشرح دور المتطوعين. ومن أسئلتكم: كيف تتعامل المطلقة مع أب لا يدفع نفقة ولا يسأل على أبنائه وفجأة يريد رؤيتهم؟ خلينا نفصل ما بين إحساسنا بالغيظ من إنه هو راجل يفقع المرارة وما بين حق الولاد إنهم يحسوا إنه في أب في حياتهم. ماذا تفعل فتاة متزوجة منذ 7 شهور وحامل وزوجها يهينها ويضربها ويرفض الطلاق؟ العنف لا يجب أبداً أبداً، التسامح معاه. برنامج حكايات نهاد مع المحامية نهاد أبو القمصان، السبت 6 نوفمبر الساعة 5:30 مساءً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.